شوف الطريق تاعك الكبير الولايات المنسية في التسيير والغنية بالموارد ونقولها سكات مالنا ساكتين اللي يغضب وباغي ندير رسالة أخرى نحن الجزائر جغرافيا احنا ثلاثة أرباع نحن النفط ونحن الغاز ونحن الذهب ونحن ثقافة وحضارة هاد البلاد خلاص نقولها بتمازق نطة علينا ناسنا راهم يعانوا كل ما طرقات وكانك في أدغال إفريقيا وبعد تموت الناس وخاصة مع الماتريال التعبان ومع الرقابة اللي ما كانش ومع بطبيعة الحال هذه في الشمال تبسع وتعالى يعني كل مسؤول حتى رئيس المجلس الولائي أن يقوم حتى بزيارتنا انظر إلى هؤلاء العطشة فلا نتعدى يعني كلاما آخر نتكلم عن المال فانظر فقد قمنا بجمع المال يعني حتى الفقير منا دفع 1000 دينار يعني من أموال أبنائه ما بالك أقول شيئا فهؤلاء السكان يعني هذا الحي فطجوة يقومون بشراء الماء يوميا يعني كان يشري 50,500 دينار وكان يشري 1000 دينار ويقل في شري 6,000 لأنه عنده 10 أولاد حتى 5 أشهر ما شربناش يعني زائد زوجة وزوج يعني 12 في العائلة أبل يعني أقل يعني عائلة كين عائلات فيها خمسة من الناس فلاحظ أنه يعني صورنا قمنا بتصوير الشاحنة كريناها وقمنا بشراء الأنابيب المياه ف يعني مقدار يعني من جمع من يعني من أموالنا الخاصة ويعني ونريد يعني بطلب من رئيس مصلحة المياه في مرسل خلي حملة خلي تدخل الحكيم خلي حكيم تفضل الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين هناك دائرة مرسل وبالتحديد حي جبلة جواع وحي كريم نوفمبر تساهمي ناشد السيد الوالي وناشد السيد الوالي وناشد السيد الوالي احنا المسؤولين في دائرة مرسل راه مربطونا تشوف أسمعت واحد منهم قال لك اللي يشري الماء يوميا بقيمة 100,000 اللي عنده 10 أولاد في الدار ولا 10 أشخاص في الدار ب100,000 وكاين اللي يشري ب50,000 في اليوم يعني كاين اللي شهرية كاملة تروح فقط لشراء الماء لكن مازال بعض إخواننا يخرج ويقول لك نناشد السيد الوالي ما دام راك تناشد في اللصوص اللي جعلوهم هما ولات فاعلم أنهم راح يحقروك أكثر هذه عصابات خاف ما تحشمش إذا ما فهمناش هذه النقطة راح نبقاو ندورو في حلقة مفرغة هذا العصابات تحتاج إلى من يخرج يتظاهر سلميا ولكن يتظاهر بثبات يتظاهر بقوة يخرج يحتل الشارع إذا لزم الأمر يحاصر مقراتهم مقرات الإدارية اللي قلبوها كلها إلى الفساد وإلى الفسق يحاصر هذه الأشياء إذا بقيت تناشد سيد الوالي وما زال تعتبر لص من كبار اللصوص والي فإنهم رح يحبسوا لك أكثر رح يكرزوك أكثر رح يحقروك أكثر رح يقمعوك أكثر إذا ما خرجتش الناس من سيد رئيس الجمهورية وسيد الوزير وسيد الوالي وسيد المحافظ وسيد القاضي أعرف باللي الكارثة ستكون أكبر لسنا أمام والي أو وزير أو قاضي أو رئيس بوليس نحن أمام حثالة الحثالة على استثناءات قليلة وحثالة الحثالة التعامل معها ما يكونش بالاستجداء ما يكونش بالتذلل ما يكونش بالركون والخضوع حثالة الحثالة يكون بالمواجهة السلمية نعم مواجهة لكنها سلمية اليهود وراح نتحدث عليهم بعد قليل مالين الأرض خارجين بمئات الألاف ما يعادل 10% حسب آخر الأخبار 10% من يهود إسرائيل تظاهروا اليوم هذا رقم هائل يهود إسرائيل هم في حدود 6 ملايين
الإحصائيات تقول أن 550 ألف خرجوا، لم يخرجوا لا على ماء ولا على كهرباء ولا إنترنت ولا على لوجمو ولا على هذه الحوايج كلها موفرة وموفرة بزيت. خرجوا على احترام دولة القانون ولا يريدون للحاكم أن يعدل في قضية السلطات والصلاحيات. أما أن تبقى تتذلل وتزدجدي ومسكين وسيد الوالي وسيد رئيس البلدي، ها أنت راك تعطي لهم الفرصة، راك تعطي لهم الأعصاب باش يزيدوا لك. أنا ما أنا إلا ناصح لكم، أنا ما يتقطع لي لا ماء لا كهرباء لا، لكن للأسف أنا موجود بجسدي هنا ولكني والله كأني أعيش هناك 24 ساعة على 24 ساعة، وأنا أعرف أن هذا شعور كثير من الأحرار والحرائر يتألمون لما يحدث للبلاد وهي تتهاوى أمام أعيننا، خاصة ونحن نعيش في أماكن نرى الفرق، بينما كثير من الدول هذه الأوروبية ليس لها لا بترول ولا غاز ولا هم يحزنون يشترون كل شيء، لكن لديها شعوب لا تقبل الظلم فيما يخصهم هم فيما يتعلق بهم هم، وفرضوا أن لا يقبلوا ظلم الحاكم. إذا وصلت للماء وللكهرباء وللحليب وللخبز وللمستشفى وللعمل، وش بقى؟ وش بقى للناس؟ الحيوانات راهي تحصل على هذه الأشياء. فرجاء لا تتذللوا ولا تستجدوا، ما تطلبوش وما تخافوش، هؤلاء بشر وراهم ما يخافوا إلا للناس اللي تواجههم وتقاومهم. راه عندي 28 سنة في هذه المعركة. نعم يهدوك يخوفوك يبعثولك يرغبوك يمسولك في عرضك يمسولك في كل شيء، لكن إذا ثبت وستثبت إذا كنت صاحب قضية في النهاية يعرفوا أن والله مقير خروج هذا النفس اللي يوقفك، هذا هو اللي لازم يكون. إذا كان هذا راح يتراجعوا، إذا ما كانش هذا راح يكرازوك ويزيدوا يكسروا البلاد أكثر من اللي راهم مكسرينها. هاي العاصمة قبل ثلاث أيام أو أربع أيام، بلدية الكاليتوس 400 لا سيتي تاع باب الواد، ما كاش لي بومبي مقبلة، شعلوا في الدار الأولى الدوزيام تروازيام ناس عربين، ما كاش لي بومبي، باتوا لنا الحماية ولا بوليس بالقرا هادو تاع البلوتات. دولة إقليمية هذه هي، تبون على كل حال غير وجد لي السكنة ديالي وكذا، ديجا السطح كان مخروق، هذه هي باش نحكوا في المفيد، وما كاين لا تبو لا والو، كارثة يا صاحبي، ما حرقت كاع الدنيا يا يعني. راح جهالي من هيك ما كاش، عيطوا لهم هم الدولة. لا أعرف الأسباب علاش احترقت هذه الشقق، كانت هذه قبل ثلاث أيام ولا أربع أيام في العاصمة في كاليتوس. اللي أضحكني هو أن قبل أسبوع لعلي كنت ناقشتها معكم هنا، أنه كانوا قال لك جابوا من عدة دول إفريقية وعربية، حوالي 20 دولة عربية وإفريقية جابوا منهم باش يدربوهم على الحماية وعلى المطافئ في الجزائر، كيفاش يطفوا النار في بلدانهم. ما زال يعني غير المظاهر فقط، غير بيع الهف، بينما معروفة يعني المطافئ مثلها مثل كل الأجهزة الأخرى، البلاد منهارة، الإدارة منهارة، الدولة منهارة حقيقة. كل ما هناك الخوف اللي نقلوه إلى الشعب، وهناك قوة قمعية يخوفوا بها الشعب، أما الحقيقة أن الأغلبية الأشياء الأمور منهارة، وهي قطع الكهرباء على الناس وعلى عشرات المدن وعشرات البلديات وعشرات الأماكن راكم تشوفوا فيها وتعيشوها يعني. اسمع هذا من وهران، ثاني مدينة في البلاد. يا درا خوتي راكم تشوفوا الجزائر الجديدة، عليك هذه في بلقايد الماء ما كانش عليك
هذه هي الجزائر الجديدة. راكم تشوفوا الماء ما كانش. ها الجزائر الجديدة تاعهم هذه هي. هذه هي الجزائر الجديدة اللي راهم يهضروا عليها. قوة الضريبة هذه. الماء ما كانش. هذه. هذه. هذه في بلقايد. الماء ما كانش هذيك. هذه ديجور الماء ما كانش. هذيك. والصيف والحمان. هذيك خويا. هذيك. سيتيرنا هادو هما مكملو معاه مازال كاين سيتيرنا تريكتور وين فلافيل يجي عامل لك كلمة هاريك هاريك خويا هاريك هاريك وين بيروحو بيها وين وين يقولك البلاد بغول بلاد شنو تبغي فيها الله يرحم البلاد ما عندها ما ماشي البلاد هي المشكل يا خويا البلاد عرة الناس راهم حاكمين ومتحكمين في البلاد أما في البلاد ففيها خيرات كثيرة وفيها خيرات كبيرة وفيها عقول وفيها لكن حثالة الحثالة راهي متسيطرة على البلاد ولذلك إذا نبغوا هذه البلاد نحروها من حثالة الحثالة ما وش نسبوا البلاد أو نسبوا الشعب